عسلامة ومرحبا بيكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اول حاجه نخفينا من وقت وقت بنصلوا فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم رجعت لكم بوصفه نتاع حاجه حلوه اللي هي كيكه الحليب التركيه او تريليتشا. كيف ما تشوفوا باش ناخذوا 3 كعبات عظم، عليهم كاس صغير فرينه، وعليهم نص كاس سكر، وعليهم باكو خميره نتاع جاتو، وباكو سكر فاني. هذه في المرحله الاولى باش نحضروا الكيكه. كيف ما شفتوا خديت 3 كعبات عظم لهنا، باش نحط عليهم نص كاس سكر، وباش نركضهم بالباهي لين السكر ولا العظم هذوكم يتخلطوا بالباهي ويولي الخليط نتاعنا ابيض، وفي نفس الوقت يبدا فيها كل الرغوه، يعني يعمل فوليوم كل الخليط هذاك. على قد ما نركضوا الخليط نتاعنا، على قد ما الكيكه نتاعنا تجينا هشوشه وتجينا منفوخه نقولوا نحنا، ابار اني باش نحطوا فيها الخميره ولا حاجه. على قد ما نركضوا الخليط نتاعنا كيف ما قلت لكم، على قد ما الكيكه نتاعنا تجينا خفيفه. كيف ما شفتوا الخليط نتاعنا بياض، لهنا ناخذ صفايه باش نحط عليها الفارينه هذيك. كيف ما شفتوا نحطوا كاس الفارينه، يعني المقادير هذه راهي مقادير صغيره نتاع بيريكس صغيره 22 سنتيمتر على 22 سنتيمتر تو تشوفوها. وحطيت الخميره وحطيت السكر فاني، ولهنا باش نغربل لهنا ماذا بينا نغربلوهم المكونات هذوما، علاش باش الهواء يدخل في وسط الفرينه هذيك، وناخذوا راحتنا في الركضه نتاعها، يعني باش تخلط لنا بسهوله مع الخليط هذاك السائل، وفي نفس الوقت تعطينا يعني خليط متجانس وخليط يعني القوام نتاعو باهي. وكيف ما قلت لكم الكيكه نتاعنا تنجح لنا. كيف ما تلاحظوا الخليط نتاع الكيكه نتاعنا ما حطيناش فيه لا حليب لا زيت لا زبده لا حتى شيء، جوست عظم وسكر وفارينه وخميره وسكر فاني. لهنا الخليط نتاعنا حاضر كيف ما شفتوا، هذا الخليط نتاع الكيكه نتاعي. ولهنا عندي بيريكس صغيره كيف ما قلت لكم 22 سنتيمتر على 22، باش نصب فيها الخليط نتاع الكيك. بالطبيعه دهنتها بالباهي بالزبده، الفرشه شعلته يسخن على 170 درجه، يعني شعلته وقت اللي بديت نخلط في الكيكه نتاعي شعلته على 170 درجه، باش نخليها الكيكه نتاعي تطيب مده 20-25 دقيقه لين تطيب الكيكه نتاعنا. وبالطبيعه انا نتستوها بالكيردون باش نعرفوا اللي هي طابت ومن داخل يعني كيفاش نقولوا نحنا شايحه. حطيت الكيكه نتاعي في الفور الطيب، ولهنا باش نحضر صوص كراميل. كيف ما شفتوا لهنا باش نكيل بالمغرفه، يعني صوص كراميل باش نعمل شويه بركه جوست البيريكس هذيك. لهنا كيلت 5 مغارف نتاع ماكله سكر حبيبات، كيف ما شفتوا هذوما 5 مغارف. باش نشعل الغاز على المقله هذيك، باش نشعل عليها الغاز وقت اللي السكر يبدا يذوب، نحس السكر يبدا يذوب. لهنا النار قويه، شوفوا النار قويه، وقت اللي نحس السكر بدا يذوب على جناب النار نقصها على الاخر، نخليها على نار هاديه. لهنا يعني باش نقرب لكم، شوفوا السكر على جناب ولا يذوب. تو باش نقص على الغاز على الاخر، باش نخليها على نار هاديه لين كل السكر هذاك كله يذوب. وديما نحركوه نحركو، يعني نحاولوا نحركوا المقله، ما نحركوش بمغرفه. كيف ما شفتوا نحاولوا نشدوا المقله ونحركوها هكاك ندوروها باش السكر هذاك كله يذوب في نفس الوقت، ومن غير ما نحركوا لا بمغرفه لا بحد شيء. ديما نحاولوا نحركوا المقله كيف ما شفتوا باش السكر ما يتحرقناش، في نفس الوقت الكل يذوب. ديجا تشوفوا في السكر كيفاش اللون نتاعو راهو قاعد يطيب على نار هاديه، ما تخافوش منه، الكراميل نتاعكم باش يجيكم ناجح على الاخر. تو تشوفوها طريقه بسيطه، وماذا بيكم الكراميل حضروه قبل من الليل، يعني قبل بالنهار، باش الكراميل ياخذ راحته ويبرد ويعطيكم التكستور اللي حاجتكم بها. خاطر اذا الكراميل سخون وتصبوا فوق الكريم شانتيه فوق الكيكه، راهي الكيكه نتاعنا تجينا ذايبه وتدخل بعضها، يعني ما تعطيناش منظر مزيان. لهنا هذا السكر نتاعنا ذايب كيف ما تشوفوا، النار راهي نار هاديه على الاخر، ماهيش قويه. هذا السكر نتاعنا ذايب، تو باش نحط له مغرفه نتاع زبده. لهنا هذا السكر ذايب كومبليتوم، باش نحط مغرفه الزبده تو ونبدا نحرك فيها، يلزمني نزرب نحركها باش الزبده هذيك تذوب. نجمو حتى نحو المقله من فوق الغاز، نذوبوا الزبده ونعاودوا نرجعوه. كيف ما شفتوا نحاول نشدها الزبده هذيك، تعرفوا اللي صعيبه، نحركها بالباهي.
هذايا الصوص نتاع كراميل كيف ما شفتوا الزبده ذابت في وسطه. توا باش ناخذ نص باكو نتاع كريمه سائله اللي هي الكريم فريش السائله. لهنا عندي باكو نتاع 200 مليلتر باش نصب نص وبركه. كيف ما شفتوا نصب النص بركه ونخلط بسرعه باش الخليط الكل يتجانس، والكريمه هذيك والزبده والكراميل هذيك السكر اللي طيبته الكل يتجانس في نفس الوقت، يكون خليط نقولوا نحنا مش متماسك يعني جيري هكا شوي، اما من بعد تشوفوه بعد يختار ويعطينا تكستير باهيه. ماذا بيكم ديما الصوص كراميل كي باش تستعملوها صوص كراميل ماذا بيكم حضروها قبل بليله. هذه الصوص نتاعنا توا حاضره كيف ما شفتوا باش نطفي عليها. بالنسبه للباكو نتاع الكريمه هذيك الكريمه السائله راهي 200 مليلتر، استعملت نصها والنص الثاني باش نستعمله في الحليب اللي باش نسقي به الكيكه. هذايا الكراميل نتاعي توا حاضر كيف ما شفتوا باش نطفي عليه ونعبيه في حاجه ونخليه يبرد. وقت يبرد بحراره الغرفه نحطه في الفريجيدير يبرد لي على الاخر. هذايا هنا الصوص كراميل نتاعي كيف ما شفتوا لهنا باش نعبيه في حاجه بلار هكا نتاع سيرفيس كيف ما تشوفوا. من بعد سهل عليا العمليه باش نصبه فوق الكيكه نتاعي كيف ما شفتوا صبيته. وتو باش نخليه يبرد بحراره الغرفه ونحطه في الفريجيدير يبرد في عقل عقله، باش من بعد كي نصبه فوق الكيكه ما يذوبليش الكريم شانتيه، خاطر باش نحطوا فيها طبقه نتاع كريم شانتيه ما يذوبليش الكريمه هذيك. هذا الكريم الصوص نتاع الكراميل كيف ما شفتوا نخليها تبرد بحراره الغرفه وبعد نحطها في الفريجيدير. لهنا عندي باكو نتاع كريم شانتيه يعني 75 غرام ما يعادل كاس غير ربع، الكاس نتاع 200 مللتر ما يعادل كاس غير ربع، باش نركضوا بالباهي ونحط الكريمه نتاعي زادة تبرد، خاطر باش نخلو الكيكه نتاعنا تبرد تاخذ وقتها، حتى الكريمه لازمنا نبردوها باش من بعد تعطينا التكستير المزيانه. لهنا عندي نص كاس حليب بارد من الفريجيدير، باش نركض توا الكريم شانتيه نتاعي لين تطلع بالباهي. وتعرفوا اللي الكريم شانتيه كي تبدا ناجحه وقت اللي تقلب الطبق ولا الريسيبيون اللي قاعده تخلط فيه الكريمه نتاعنا ما تطيحش، معناها نعرفوا راهي الكريمه نتاعنا خذت القوام اللي حاجتنا به والقوام الصحيح. لهنا كيف ما تشوفوا الكريم شانتيه نتاعنا تخلطت، يعني نركضوها بالكدا لين الكريم شانتيه هذيك يطلع الفوليم نتاعها، وفي نفس الوقت كيف نقلبوا الريسبيون هذاك الكريمه نتاعنا ما تطيحلناش. هذه الكريمه نتاعي توا حاضره كيف ما شفتوا باش نقلب الريسبيون تو تشوفوها اللي هي طريقه راهي ناجحه 100%. اركضوا كريمتكم بالباهي وطبقوها الطريقه هذه بقدره ربي، اذا ما هبطتش الكريمه نتاعكم عارفه راهي ناجحه وامورها واضحه. لهنا الكيكه نتاعي خليتها مده 10 دقائق بردت، هذيا يعني وريتها لكم بالكيردون باش تعرفوا اللي هي طايبه ماهيش معجنه ولا حاجه. كيف ما قلت لكم خليتها مده 10 دقائق بردت. لهنا باش نخلط لها الصوص نتاعها، خذيت 3 مغارف نتاع سكر حبيبات، عليهم كاس حليب بارد، وعليهم نص الباكو نتاع الكريمه اللي استعملته في الصوص كراميل. في الصوص كراميل استعملت 100 مليلتر، وهذه ال 100 مليلتر اللي بقيت باش نستعملها في الصوص هذايا اللي باش نسقوا به الكيكه هذيك. هذاك علاش يسموها كيكه الحليب والا التريليتشا. نركضهم توا المكونات هذوما بالباهي لين يذوب لي السكر. وقت اللي نتاكد اللي السكر نتاعي ذاب وقتها باش نصبوا على الكيكه هذيك، يعني ننقبها شويه بالكيردون هذيك ونصب عليها الخليط هذايا باش تشربوا كله، يعني نخليها في عقلها تشرب الخليط هذاك باش من بعد نعمل لها الطبقه نتاع كريمه يعني الكريم شانتيه. لهنا بعد ما حركت الخليط هذاك تو باش ننقبها بالكيردون كيف ما شفتوا، نحاول ننقبها برشا نقب هكا صغيرين يعني اقرب لبعضهم باش الكيكه نتاعي تشرب هكا الصوص هذيك اللي حضرناها اللي هي عباره على كاس حليب وثلاثه مغارف سكر حبيبات و100 مليلتر كريمه سائله اللي هي كريمه الخفق. لهنا كيف ما تشوفوا هذايا الخليط نتاعي باش نصبه تو على الكيكه ونخليها تشربه تو تشوفها ديجا في ساعه تشربه.
ما تخافوش منها، ماهيش باش تكون يعني نقولوا نحنا كل الحليب خارج منها ولا حاجه، تو تشوفوها رفيسه تو تشربوا الصوص هذاك، نخليها تشرب مده حكايه 6 دقائق هكاك، نخليها تشرب الصوص هذيك، ومن بعد باش نرجعوا لها نحطوا عليها الكريم شانتيه نتاعنا. هذه الكيكه نتاعي بعد ما شربت الصوص هذيك، لهنا باش نحط لها كريم شانتيه، وباش نخلي تقريبا مغرفه باش نزين بها من فوق هذيك فوق الصوص كراميل. لهنا نحاول نستوي الكريم شانتيه نتاعي، ناخذ سباتول ونستوي بها. لازم الكريم شانتيه يكون السطح نتاعها، يعني نقولوا نحنا السطح نتاعها يكون مستوي الكل نفس العلو نتاعو، يعني كيف ما شفتوا نحاول نستوي البلايص الكل بالباهي، خاطر باش نصبوا عليها صوص كراميل وباش نزينوها من فوق بالمغرفه هذيك اللي خليتها نتاع الكريم شانتيه، لازمها تعطينا منظر مزيان. لنا هذه صوص كراميل كيف ما شفتوا صبيتها، نحاول نغطي هاك الفراغات هذيك الكل. الصوص راح يتكفينا كيف ما قلت لكم، الصوص كراميل هذيك اللي طيبناها راح تكفي الطبق هذايا نتاع 22 على 22 تكفي بالباهي. لهنا زاده نحاول نستوي هكا بسباتول، نحاول نغطي هاك الفراغات هذيك، ولهنا المغرفه هذيك اللي بقت لي نتاع الكريم شانتيه حطيتها في الساشي هكا، باش نقص بالمقص هكا نقيبه صغيره. وتو باش نعمل خطوط يعني فوق الصوص كراميل هذيك، تو تشوفوها تنجموا تعملوهم هكا جويدين، الخطوط هذوكم تعملوهم جويدين، انا عملتهم خشين تو تشوفوهم، تو نقرب لكم هكا على قريب وتشوفوهم بالباهي. انا عملتهم خشين الحقيقه باش تظهر اكثر مزيانه، خاطر كي يبدو جويدين يضيعوا في وسط الصوص هذاك. من بعد التقطعات هذيك اللي صارت في وسط الخطوط بالطبيعه باش نصلحها، نزيد لها الكريم شانتيه بالطبيعه. لهنا هذه بعد ما حطيت لها الكريم شانتيه هذيك زينت بها، ناخذ الكيردون وبالطريقه هذه يعني مره نمشي يمين ومره نمشي يسار، يعني بالعكس باش تعطيني اك الشكل المزيان نتاع كيكه الحليب. كيف ما شفتوا شكلها مزيان على الاخر، وبالطبيعه المذاق نتاعها بنين على الاخر. هذه الكيكه نتاعنا باش نخليها توا تبرد بالباهي، نحطها في الفريجيدير ونخليها تقريبا ساعتين 3 سوايع الوقت التقديم. هذه الكيكه نتاعنا كيف ما تشوفوا، شوفوا المنظر نتاعها ما شاء الله، وما نحكي لكمش المذاق نتاعها روعه، جربوها وقدره ربي. كيف ما قلت لكم جايتكم توا جاي سيدي رمضان، ماذا به الواحد ديما ينوع حاجات هكا خفيفه، ما ياكلش هكا الحاجات المشحره برشا، خاطر الحاجات المشحره تقلق المعده. لهنا بالطبيعه باش نقص الكيكه نتاعي كيف ما تشوفوا، حتى في قصانها راهي سهله، شوفوا السكينه كيف تجري. انا قصيتها الحقيقه هكا مرسوات صغيرين مش كبار، وكيف ما قلت لكم راهو تنجموا تقصوها حتى اصغر. بالنسبه للبيركس هذه تكفي 9 من الناس، انتم بالطبيعه حسب افراد العائله تنجموا تتنقصوا حتى المرسوات تعملوهم اصغر من هكا. وبالطبيعه باش نحطوا في صحن التقديم المرسو، باش نحطوا في صحن التقديم، باش نحط زوز لمحاله، باش نحط زوجي وبنتي باش ياكلوا مع بعض فرد صحن، قال لي حط لنا زوز مرسوات، كنت باش نحط واحد بركه، قال لي حط لنا زوز مرسوات، وليت حطيت زوز. وهذايا الكيكه نتاعنا كيف ما تشوفوا في صحن التقديم، بالحق روعه ما نحكي لكمش. كيف ما تشوفوا الصحن شايح ما فيهوش لا حليب لا حتى شيء، يعني ما خرجش منها الحليب نتاعها، يعني شربت الحليب الكل هذاك. كيف ما شفتوا ما شاء الله بنينه على الاخر، صدقوني جربوها وقدره ربي ما تندموش، طريقه سهله ومبسطه، صحيح فيها 3 مراحل اما راهي سهله وبنينه على الاخر. هذه كان فيديونا اليوم، وهذه كانت روسات اليوم، ان شاء الله الفيديو عجبكم، ان شاء الله استفدتوا منه، ان شاء الله كان خفيف عليكم، نتقابلوا في فيديو جديد وفي امان الله.